مساءكم بكل خير. اليوم معنا هذا العود الجميل جدا. مواصفات العود عندنا: الوجه من السيدر، الظهر عندنا من الماهوغاني الفرنسي والوينجي الألماني، بالإضافة للزند والبنجوخ بالكامل. المفاتيح والمسطرة من أبانوس درجة أولى. الزند عياري، من هنا نقدر نتحكم بالدوسة من خلال الشد والرخي، وهذه الميزة تحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت، بالإضافة إلى أنها بتمكننا بالتحكم بالدوسة اللي هو بعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة، وهذه هي الميزة الأساسية المعمول عشانها الزند العياري مثل ما بنعرف. تمام. قياسات العود: العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، عرض العظمة 3.9، الأوتار كريشنر دوزان فافا. خلونا نشوف بس بعد الوتر عن المصدر كم معطينا. اوكي، هون على الزيرو يا جماعة، هنا نقيسها. عندي 1.7، أتمنى تكون واضحة معكم. 1.7 يا جماعة، يعني ما في دوسة أساسا. طبعا بداية الزند أقل من نص ميلي، نص ميلي. تمام، في نهاية الزند هون زي ما قسنا الآن 1.7. طيب خلونا نسمع العود، نختبر مختلف مساحات صوتية مثل ما تعودنا دائما إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. Thank you.
إلى هنا نكون وصلنا لختام عرض هذا العود. نجي الاختبار الأخير وهو العزف على فينجر بورد كامل.